طبعا اكيد في حواجز عديده بتواجهني، خصوصا انه انا ارتدي الحجاب. في نظره معينه بتكون من مجتمعي لإلي، لانهم لسه تفهمنا للفن مش عميق بالشكل الكافي، فالنظره دائما بتكون لاني كمان فتاه فيها نوع من التحيز، انه ما يمكن ما بحق لي اني انا اوصل للاشياء اللي انا بطمح لها. اسمي خلود ابو حجله، فنانه تشكيليه من الاردن، عمري 30 سنه واعمل في التعليم. بالحقيقه بحاول اني اعكس صوره معاكسه للصوره المنطبعه عند الناس، وانا بحاول انه اوصل انه انا قادره على اني اكون عكس ما انتم تعتقدون. الفنان دائما يسعى للتغيير في مجتمعه، وبسعى اني انا اضع هذا الحجر الاساس في تغيير التفكير الموجود في المجتمع تجاه المرأة المسلمة أو المرأة العربية بشكل عام. التفاحة دائما موجودة بالميثولوجيا، موجودة بالأساطير الإغريقية، موجودة أسطورة عدن، دائما ارتبطت بالمرأة على علاقة وثيقة فيها. أنا بتمنى أوصل لأكبر قدر ممكن من الحرية، حتى لو كان في حدود في مجتمعي تمنعني من هذا الشيء، إلا أنه أنا رح أظل مصرة على كسرها.